في الوقت الذي تمكنت فيه جائحة كورونا من السيطرة على جميع مناحي الحياة، بدأت الإدارات في الشركات بالتفكير بطرق الاستجابة للأزمة لضمان استمرارية العمل. فدخل العالم مجبرا إلى مرحلة العمل عن بعد. خلال العام الماضي ظلت الشركات تطور الأساليب والأدوات وحتى أدبيات العمل عن بعد، حتى بات سؤال ماذا بعد الجائحة؟ كيف استفدنا من التجربة؟ هل المستقبل للعمل عن بعد؟ وفقا لاستطلاع أجرته الإدارة المالية لشركة غارتنر، فإن أكثر من الثلثين أي نسبة 74% يخططون لنقل الموظفين بشكل كامل إلى العمل عن بعد بعد انتهاء أزمة كورونا مباشرة. رغم ذلك فإن التحديات التي يواجهها الموظفون والإدارة في هذا الشكل من العمل كثيرة. اليوم سنناقش محاور عدة، من بينها كيف استفدنا من التجربة، وهل العمل عن بعد خيار أم ضرورة؟ في البداية دعونا نستمع إلى تقييم تجربتكم في هذا المجال. كانت تجربة لطيفة صراحة، إنه الواحد بتعلم فيها كيف في أشياء كتير كانت تقدر إنه بتخيل إنها ما بتمشي عن طريق إنه يشتغل من بيته، بس بعد هيك بتكتشفي إنه في كتير أشياء حتى لو إنه أنت بدك تقرري تبلشي مشروعك الخاص ممكن تقدري تعملي أي إشي بزنس أو حتى كستارت أب تبلشي فيه من بيتك، بإنك تلاقي الأشخاص المناسبين لإلك، خصوصا بمجال الماركتينج والسوشيال ميديا كان في إلنا فرصة أكبر إنه نثبت قديش هذا الدور إلنا مهم. فنوعا ما أنا بشوفها كانت بفترة نوعا ما سلاح ذو حدين لناس، بس لقلنا إحنا كأشخاص بنشتغل بمجال السوشيال ميديا كانت مفيدة من ناحية إنه نعرف قديش إحنا بنقدر نشتغل وقديش بنقدر ننتج حتى من بيوتنا. أنا تقريبا صلي بشتغل عن بعد عن تقريبا 3 سنين عن طريق السوفتويرز والبرمجة والهات، معي كمان 6 أشخاص عم بيشتغلوا برضو كمان من أكثر من دولة، 4 منهم هون بعمان، وكل شخص عم بيشتغل بالمكان اللي عم بريحه، عم بكان اللي بيشوفه مناسب، ونسبة الانتاجية بتعلى أكتر بكثير. أنا كمان لاحظت هو بالشغل ريموتلي اللي هو عن بعد. تجربة العمل عن بعد كانت كأونلاين هي من خلينا نحكي من أجمل التجارب، لأنها بتفتح لك خلينا نحكي مجالات جديدة، بتطلعك عن الإطار اللي أنت دائما متعود عليه، اللي هو أنت دائما بتكون مثلا 1-to-1 أو بالمكان أو بالمكتب. لا، هي بتفتح إشي جديد، ابتكار جديد، فكر جديد. بالبداية كانت يعني إشي جديد علينا مش متعودين عليه بصراحة، وتغلبنا فيه كتير. إشي كان ممل، إنه متعودين دائما نروح ونيجي، فصفينا قاعدين بالبيت لا شغل ولا عمل. الشغل عن بعد كان شوي خفيف وأصعب، يعني مثلا عندك كتير شغلات بالمكتب مش موجودة بالبيت ما بتقدري إنه تستعيني فيها، فشوي تغلبنا، بس بالأخير صار إشي زي روتيني تعودنا عليه. ولما رجعنا للدوام الوجاهي العادي إنه بطل حبينا نداوم، خلاص تعودنا على عادة البيت. فيعني كان إله سيئاته وإله حسناته. للحديث أكثر عن مستقبل العمل عن بعد يسعدنا أن ينضم إلينا المدير التنفيذي لمنصة فرصة .com الدكتور سامي الحراني. صباح الخير لك دكتور سامي. صباح الخير إسراء، وصباح الخير لجميع مستمعي قناة المملكة. أهلا وسهلا فيك. تقييمك للتجربة، تجربة العمل عن بعد في أزمة كورونا، هل هي كافية بنظرك حسب يعني أيضا مشاهداتك والشركات التي تعاملت معها أو حتى الدراسات مؤخرا، هل هي كافية لأن تكون خطة بديلة لشكل العمل القادم؟ شكرا جزيلا أول شيء على طرح هذا الموضوع بهذا الوقت، لأنه اليوم إحنا بنحكي على تغير كبير في قطاع الأعمال بالأردن. يمكن فترة كورونا مش كافية لنحدد هل العمل عن بعد يعني هو المستقبل أو لا، بس كانت كافية لنجرب هذا الموضوع. واليوم خلال السنة ونص الماضيين عدد كبير من الشركات داخل الأردن انجبرت إنها تطبق العمل عن بعد، وعدد كبير من العالم لهلأ عم بيشتغل عليها. الإحصائيات بتحكي إنه اليوم بحلول آخر 21 من 25 إلى 30% رح يكون على الأقل 2 أو 3 بالأسبوع رح يكونوا من المنزل، بحلول 2030 أكثر من 70% من قطاع الأعمال رح يكون من المنزل. طبعا هذا عالميا. بالأردن اليوم كانت التجربة ناجحة في بعض القطاعات وأقل نجاحا بقطاعات أخرى. طبعا للأسف ما في اليوم ما عندنا الإحصاءات الكافية اللي تقدر تحكي لنا الارقام او تعطينا يعني البيانات والمعلومات بشكل دقيق، بس من الانطباعات اللي بنشوفها بنلاقي انه في قطاعات مثل الاستطلاع اللي قمت فيه
قطاعات الاي تي، قطاعات احيانا حتى العمل المنزلي، اي قطاعات ما بتحتاج العمل الوجاهي او العمل بالايد. يعني يمكن سنتحدث اكثر في موضوع تفاصيل القطاعات واحتياجات كل قطاع وحتى شو احتياجات العامل، ولكن بشكل اساسي ما دام عم نحكي عن 70% من الشركات التي تتجه للعمل عن بعد عالميا في المرحله المقبله، هل الدافع برايك كان مادي انتاجيه؟ هل هو الشكل العام للتخطيط للتوسع؟ ما هو المبدا؟ فبالتالي ما هي الايجابيات التي حصلوها خلال هذه الفتره؟ الايجابيات كبيره للعمل عن بعد، منها طبعا توفير عدد كبير من الدايركت كوست او اللي هي المصاريف المباشره للشركه مثل الايجارات، مثل ايام القهوه والشاي والاشياء اللي تنصرف على الموظفين وعلى نظافه المكان وغيرها، وهذا مبالغ مش كبيره بتكون كبيره بالشركات الكبيره. طبعا كمان في وقت الموظفين للمواصلات، والاردن على فكره هاي واحده من اهم الاشياء كانت موضوع المواصلات، يعني كثير من الانطباعات كانت للعمل عن بعد انه من الايجابيات الكبيره انه انا بطلنا ناخذ مواصلات للشغل، هذا وفر وقت ووفر فلوس على الموظفين. طبعا موضوع المرونه كمان، يعني بالعمل من خلال البيت، حريه الموظف بحس بيكون كمان في ممكن يكون يعني يبلش الشغل بوقت بناسبه، يعني اختلف حتى طريقه التعامل مع العمل، يعني انتقلنا من مرحله المحاسبه بالوقت انه انت لازم تكون على 8 الصبح وتتروح على الساعه 6 المساء، انت عليك تاسكات معينه او عليك مهام معينه لازم تنهيها. ففي موظفين بيحبوا يشتغلوا فرضا في المساء، كان المرونه في الوقت كان شيء مهم. وكان من الانطباعات الاخرى انه كانت اقل ديستراكشنز او اقل يعني بسموها يعني تدخل، يعني كان بدل ما كان يعني كثير ناس بيحكوا لك كنا نضيع وقت بالحكي مع الموظفين، مع نطلع ندخن نطلع هذا، هلا صار لا، الواحد لما بقعد ورا الجهاز بالبيت بيركز. يعني دكتور سامي، يمكن هذا الموضوع تحديدا هو الذي سيقودنا لمعرفة موضوع القطاعات واختلافها وقدرتها على التأقلم والتكيف مع فكرة العمل عن بعد. يعني أكيد إحنا في الأردن عندنا القطاع التكنولوجي، هو قطاع يعني ريادي وعم بتقدم بصورة سريعة، من الممكن أنه متقبل للفكرة أكثر من قطاعات أخرى. في عندك قطاعات إبداعية، يعني في دراسات أيضا تقول أنه الكلام وهذه يعني خلينا نحكي المقاطعات الجانبية وفكرة الاندماج مع الآخرين هي التي تخلق روح من الإبداع في الشركات. عندما يعني على فكرة موضوع تجربة العمل عن بعد هي ليست جديدة، فبالتالي كان هناك تجارب سابقة وإلى حد ما فشلت بعد فترة من الوقت، يمكن مش بشكل مباشر لعدة أسباب. فبرأيك هل هذه الإمكانية موجودة؟ يعني إحنا بنحكي من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية أيضا الإنتاجية تبعت الشخص نفسه واستفزازه للعمل والإبداع، ولا مش مطلوب منه إبداع خلاص؟ الحقيقة اللي بتحكي مي يعني هذا أياما بسموه بالفوضى الخلاقة. الجلسات وكثير من الدراسات ومن التجارب، منها تجربة الـ IBM، انه القعده تبعت القهوه او الغداء اللي بيكون فتره الغداء والحوارات اللي بتصير والعصف الذهني الغير مباشر بيكون سبب بخروج العديد من الافكار اللي بتكون اياما بتغير مسار الشركه كلها. فهذا مطلوب، وهي واحده من الايجابيات اللي هي من يعني من ايجابيات العمل من الشركه والعمل المباشر او الوجاهي. طبعا في ايجابيات كبيره، منها كمان للعمل الوجاهي، يعني مثل ما بنحكي في ايجابيات العمل عن بعد، في ايجابيات للعمل الوجاهي وسلبيات للعمل عن بعد، منها الوحده، منها الملل. يعني احنا لاحظنا بالفتره اذا متذكر بالكورونا مثل هالوقت الكل كان ببدايتها يعني متحمس للعمل من المنزل، بس بعد تقريبا 3-4 أشهر المعظم صابوا الملل، صابوا الوحده، صابوا الانعزال، يعني صار في عزله اجتماعيه. فموضوع انه الواحد يشوف الناس، يصير في تحاور، يصير في هذا مهم، وهذا يمكن من واحده من اهم السلبيات هو موضوع التواصل، وطبعا موضوع الرياضه وزياده الوزن لانه تكون الحركه اقل. فعشان هيك في العديد من الشركات يمكن
يعني لما بنحكي 70% ب 2030 يوم او يومين عم تاخذ مبدا الهايبريد او يعني ايام بالمنزل او يعني التجربه المختلطه، يعني عمل من المنزل وعمل من المكتب بس بتوزيع حسب حاجه الشركه. فبتصفي انت يعني عم تاخذ الايجابيات من 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 كلا التجربتين. نعم. طبعا في كثير تحديات. نعم، يعني اكيد كل هذه التحديات بتقودنا لفكره انه في بعض المفاهيم التي نعرفها وتعودنا عليها، يعني فكره المدير او القيادي، الى اي مدى انت بحاجه للتحفيز، الى اي مدى انت بحاجه الى التواصل، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى فعليا خطه الطوارئ، العمل عن بعد، كنا متفاهمين فكره انه هناك ازمه لهذا كان هو الحل. فيعني بالضبط زي اللي عنده سياره وحط عجل سبير، الى اي مدى انت ممكن هلا ممكن انك تتقبل فكره انك تمشي مسافات طويله عشان تحقق الهدف اللي عندك يا هلا، لكن الى اي مدى انت تستطيع ان تمشي مسافه اطول في عجل مفروض انه هو مش مجهز لهذا؟ يعني نفس المبدا حسيتها، نفس الفكره، لانه في الكثير من الاشياء لم تعد موجوده في عمليه العمل عن بعد، لم نعطيها اهتمام لانه بدنا هدف، في عندنا هدف بدنا نحققه، بدنا نجتاز المرحله باي شكل من الاشكال. ففعليا الى اي مدى في عندنا جاهزيه عشان نقدر انه ندخل لمرحله العمل عن بعد؟ مثلا العمل للنساء، ادخال النساء اكثر والمرونه الاكبر في موضوع انه ادخالهم لسوق العمل عن طريق العمل عن بعد، الى اي مدى ممكن العمل عن بعد يساعد كثير من طلاب المدارس؟ الى اي مدى من الممكن فعليا المختلطه تكون فعليا مختلطه وهجينه لاجل الانتاجيه؟ يعني هذا برضه في عندك غياب للناس المؤثرين للتعامل مع هذا الموضوع وقيادة المشهد. بدي أجاوب بس موضوع عجل السبير اللي هي التجربة اللي أنت عم يعني وصفتيها بأنها عجل سبير، فعلا يمكن كانت بالبداية عجل سبير بس هلا هذا صار في شغل كثير على موضوع تحويل العجل سبير هذا لعجل أساسي. فاليوم عم بنشغل كثير على أنظمة المتابعة، متابعة الموظفين، أنظمة التواصل وغيرها. الأهم من هيك هو اللي حكيتيه بالفقرة الثانية اللي هو موضوع الفرص اللي عم بتتيح لنا العمل عن بعد قد يتيحها لزيادة دخول النساء في سوق العمل، دخول فئات ممكن ما كانت تشتغل قبل مثل طلاب الجامعات. واللي أهم من هيك هو دخول، خلينا ناخذ مثال الأردن، دخول مواطنين دول أخرى في أسواق عمل دول ثانية. يعني اليوم العمل عن بعد، وهي دائما بنحكيها صح، سوق العمل الأردني فيه مشكلة بطالة. اليوم أكثر من 50% من الشباب خارج سوق العمل الأردني، لكن إذا إحنا بنفكر بسوق العمل العالمي ممكن يكون في فرص كبيرة للشباب لنخفض نسبة البطالة. فاليوم العمل عن بعد، وهي يمكن النظرة اللي لازم نشتغل عليها، أنه اليوم لا يمكن أن ننظر بس على سوق العمل أنه هو بس سوق العمل الأردني. اليوم لازم كشباب وكخريجين ننظر لسوق العمل العالمي، والعمل عن بعد هو مفتاح مهم لهذا الموضوع وبحاجة لمهارات خاصة فيه. جميل جدا. يعني ما كان حدا بتوقع أنه يكون في فيروس زي فيروس كورونا يحول العالم بهاي الطريقة، وقد ايه احتمالت أنه يكون في فيروس إلكتروني أيضا يهدد الأعمال؟ الاحتياط واجب، هل نحن جاهزين للمراحل القادمة؟ هل تعلمنا من هاي الفكرة؟ أكيد التجربة الماضية كانت تجربة خلتنا نتعلم غصب عنا، يعني أو يعني يمكن كان لو بدنا نعمل دفعتنا للتعلم. ف يعني الأمور كان مش سرعت بعملية التعلم وسرعت بعملية التأقلم. فبالنسبة للفيروس الإلكتروني اليوم طبعاً هذا بيخلي إشي مثل السايبر سيكيورتي أو الأمن الإلكتروني من أهم الأولويات للشركات حالياً برا وفي المستقبل يعني عنا في الأردن. وبيخلينا كمان نطلع على كيف ممكن نطور البنية التحتية والهيكلية تبعت نظام الاي تي تبع شركتنا، نطلع على موضوع حتى المانجمنت زي ما أنت حكيت، موضوع القيادة والإدارة لفريق العمل اللي هو بيعتمد بدل ما يكون بيعتمد على الوقت والطريقه التقليديه بيعتمد على التاسكس وبيعتمد على الاوتبوتس او المخرجات. والشيء اللي يمكن كمان على مستوى الافراد انه احنا اليوم كافراد الشغل بالشركات بشكل وجاهي بيعلم اكثر، واحد بيتعلم من مديره من زميله. فالتعلم عن بعد بخلينا نفكر اكثر كيف بالتعلم الذاتي،
مهارات البحث مطلوبة، كيف الواحد يحل المشاكل بشكل مستقل، فبيعطي نعم. استقلالية أكثر وبيعطي طبعا والمهارات الحقيقية اللي موجودة أكيد. المدير التنفيذي لمنصة فرصة دوت كوم الدكتور سامي حوراني، شكرا لوجودك معنا اليوم. صباح الخير.